الهاتف ماجد عبد النور مراسل شبكة شام من حلب. مساء الخير ماجد، أهلا وسهلا. آخر التطورات الميدانية والإنسانية في مدينة حلب وفي ريفها. نعم، يعني ما زال القصف مستمر على معظم أحياء مدينة حلب وقراها ومدنها. الأسلحة الطيران الحربي والمدفعية والرجمات الصواريخ لا تكاد تهدأ عن دك أحياء ومدن وقرى حلب بأجمعها، لا تكاد تخلو لحظة من صوت انفجار. حلب أصبح مدينة القصف الشرقية كحي الصاخور وحي مساكن هنانو وحي الشعار وحي طريق البائدين. هذه الأحياء أصبحت أحياء شبه منكوبة، أحياء شبه مقطوعة عن العالم الخارجي. دمار هائل أصاب هذه الأحياء نتيجة هذا القصف بمختلف أنواع الأسلحة. طبعا الأحياء الغربية هي أحياء مرعبة للغاية، خصوصا حي صلاح الدين وسيف الدولة والإذاعة. هذه الأحياء أصبحت أحياء مدمرة تقريبا بالكامل. هذا النظام المجرم لم يترك طريقة، لم يترك سلاح إلا واستخدمه في حلب. طبعا الطيران الحربي كما قلت يدك معظم أحياء مدينة حلب، خصوصا يوم أمس في حي المعادي سقطت 8 شهداء نتيجة قصف بالطيران الحربي على أحد المنازل السكنية، ما أدى لانهياره وتسويته بالأرض. أما في الريف الحلبي لا يختلف الوضع عن المدينة. طبعا كل مدن وقرى الريف الحلبي تحت نار هذا النظام المجرم، من مدن مارة وعندان والترفعت ومنبج. هذه المدينة التي تقصف الآن، اللهم سلم أهلها يا رب. هذه المدينة تقصف في هذه اللحظات، مدينة منبج ومدينة جرابلس، كل هذه المدن هي تحت النار. بالمقابل ما تزال الاشتباكات مستمرة في معظم أحياء مدينة حلب على أكثر من جبهة. أخص بالذكر الآن جبهة سليمان الحلبي، هذه الجبهة التي تعتبر أسخن الجبهات الآن. اشتباكات عنيفة جدا تجري بين الجيش الحر وكتائب الأسد. فقد استطاعت كتائب الأسد يوم أمس اختراق ثغرة في حي سليمان الحلبي ووصلت إلى مشارف الصاخور. ومنذ يوم أمس وحتى الآن تجري اشتباكات عنيفة جدا بين كتائب الجيش الحر وكتائب الأسد المجرمة. نعم. ولله الحمد استطاعت كتائب الجيش الحر حتى الآن صد هذا الهجوم، وما زالت اشتباكات مستمرة إلى الآن. أما أحياء العرقوب وميسلون هي الأخرى تشهد اشتباكات عنيفة جدا منذ عدة أيام وحتى هذه اللحظات، طبعا بهدف السيطرة على هذه الأحياء من كلا الطرفين. نعم. أحياء الميدان والأحياء الغربية التي تعتبر طبعا الأحياء الغربية تعتبر بوابة حلب الغربية، حاول الجيش الأسدي منذ شهرين اقتحام هذه الأحياء والدخول إلى قلب مدينة حلب، ولكن الجيش الحر، طبعا أنا أتحدث عن أحياء صلاح الدين وسيف الدولة والإذاعة، الجيش الحر استطاع صد هجمات كتائب الأسد من تلك الأحياء ومنعه من التقدم باتجاه مدينة حلب. وحتى هذه اللحظات الاشتباكات مستمرة أيضا، ولكن منذ شهرين وإلى الآن في محاولة كتائب الأسد التقدم من المحور الغربي، ولكن الجيش الحر استطاع لعدة مرات صد كتائب الأسد، واستطاع أن يغير من تكتيكات جيش كتائب الأسد وأن يصده ويردعه من الدخول إلى مدينة حلب. نعم. بالنسبة للوضع الإنساني في مدينة حلب، يعني للأسف الوضع الإنساني سيء جدا 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 في مدينة حلب. وضع كارثي، وضع مخيف. آلاف المرات نقول الوضع الإنساني في حلب خطير، ولكن لم نرى أذنا صاغية حتى الآن، لا منظمات إنسانية ولا غير منظمات إنسانية. نعم. الوضع شبه كارثي، الناس بحاجة إلى أبسط مقومات العيش. طبعا أتحدث من الخبز. هذا الخبز، مادة الخبز تعتبر المادة الرئيسية في مدينة حلب. الآن الناس، طبعا رفعنا عدة مقاطع لكم على اليوتيوب وترون كيف الناس تصطف بالآلاف على الأفران بهدف الحصول على رغيف الخبز. النظام يحاول تجويع أهل حلب وتركيعهم. طبعا هناك أمر خطير جدا وهو الأمر الطبي. للأسف المشافي الميدانية في مدينة حلب تعاني الأمرين، معاناة صعبة جدا جدا تعاني هذه المشافي. لا كوادر طبية ولا أدوية ولا معدات. أغلب المرضى الذين يعانون أمراض مزمنة الآن، يعني يقوم الجيش الحر أو يقوم بعض الشرفاء بتأمين الأدوية لهم من خارج البلاد. بالإضافة إلى أن أغلب الجرحى الذين يعانون جراح خطيرة يتم نقلهم إلى تركيا للعلاج في ظروف صعبة جدا وقاسية. طبعا النظام يستهدف حتى سيارات الإسعاف أثناء ذهابها إلى تركيا لنقل الجرحى. وضع كارثي، وضع خطير جدا للأسف. يعني لا ندري ماذا نقول، يعني تعب اللسان وتعب الكلام من الكلام. نعم، نقول الرحمة على أرواح الشهداء. نشكرك ماجد عبد النور.